hello my dear students welcome back to the second term now we are going to begin with unit 7 in the second term where are you from where are you from what is the meaning of where are you from yani gay minin au where are you from نبص كده مع بعض where معناها when I ask about the place لما أكون عايزة أسأل يا سنة تالتة عن المكان بقول where. where where for the place from معناها من are you خدناها الترم اللي فات أنا متعودة إن are you عندي لما بتكون في الكويشنز بتتحول الى ايم بحولها الى ايم خلي بالك من punctuation عندي وير دبليو بتكون كابيتال وطبعا ده كويشن ففي الاخر بحط كويشن مارك وير ار يو فروم طيب ده لو جالي السؤال بتاع وير ار يو فروم يبقى نمبر 1 وير are you from how to answer on this question how to answer هجاوب ازاي هعمل remove ل where وهعمل remove the question mark وهعمل circle على are you في دماغي كده هنلعب اللعبة ان هي I am ونزل from I am from واقول هنا البليس هقول هنا ايه يا سنه ثالثه البليس المكان طيب لو جالي الكويشن بتاعي بحاجه تانية وير از هي فروم طبعا انا اشتغلت بار يو وحولت لكن عندي هي واز مش هحول هعمل المقاس وهعمل ريموف للوير وريموف للكويشن مارك عندي طبعا دي اكتب فوقيها كده عشان ما انساش ان الاتش في وسط الكلام بتكون سمول لكن انا هبتدي بيها جمله يبقى هيز فرام واقول الايه البليس اللي انا عايزه اقوله او اللي انا جاي منه في الاخر فولو ستوب طب يا مس لو جات لي وير از شي نفس الكلام هعمل شي از فرام وبرده هقول البليس بتاعي وفي الاخر هحط فولو ستوب تمام يبقى وير ار يو فروم اي ام فروم واقول البليس وير از هي فروم هقول هي از او لو وير از شي هتكون شي از فروم يبقى خلي بالي من الحرف الجر بتاعي بتاع كلمه فروم طيب Let's go to the dialogue to read And begin to answer on some questions on the, this dialogue or the conversation. This conversation between some friends, they are going to their fr uh, father's friend. <laughs> this is the house of my father's friend. طبعا احنا خدناها قبل كده الـ Possessive اس بحطها عشان اقول ان ده بابا صديقي اسمه ايه؟ Mr. وان. Here are his children. انا جبت R عشان عندي children plural. Their names are Liu Wei and the hangman. من اسمهم كده يا سنه ثالثة ان في حاجه في, ال... في يعني اسم غريب كده مش ايجيبشن مش مصريين هنبتدي نعرف هم جايين منين قال لها ايه هالو ليو وي اند هانج مان هالو رد الولد او البنت قالت لها هالو اول سؤال هيقول لهم وير ار يو فروم شكلكم كده مش من هنا وير ار يو فروم اتفقنا ان انا عندي بعمل ريموف لوير والكويشن مارك واحول دي الاين فالبنت ردت او هنا برضو في البلورال اقدر ار يو احولها لاي او وي ار لما اجي اقول لك ينفع اقول انت جاي منين او انتوا جايين منين وي ار فروم تشاينا وي ار فروم تشاينا تشاينا سنه ثالثه معناها الصين طالما جايين من الصين يبقى عندهم جنسيه جنسيتهم ايه تشاينيز جنسيتهم تشاينيز فراحوا رادين نفس السؤال طب انتوا بقى where are you from ردوا قالوا we are from Egypt we are from Egypt we are Egyptian احنا بقى مصريين قالوا welcome to Egypt انتوا نورتوا مصر قالوا له thank you I'm happy to be here أنا مبسوط إن أنا أكون موجود معاكم هنا يبقى عندي من الحاجات الجديدة معايا عندي كلمة here or children اتفقنا ان دي children عشان كده جبت أور لانها plural noun لانها plural ايه plural noun ايه تاني يا مس عندي كلمة their names معناها ايه اسمائهم عشان كده راح جايب لي كلمه ايه Are لأنهم كذا واحد قال لي their names are وراح قايل أسميهم اتفقنا إن أنا where are you from نرجع مع بعض كده ما كنا كاتبين على البورد where are you from نقول إن هي I am from كذا أو we are from برضو وأروح قايلة البليز طيب أنا كده وانا شغالة قلت حاجة غريبة قوي قلت إن في فرق لما اقول أنا منين أو أنا ايه نبص كده مع بعض لو انا قلت لك I am from Egypt يعني أنا من مصر I am from Egypt يعني أنا من مصر يبقى لو انا من مصر يبقى انا عندي جنسية الجنسية دي دايما بتبقى موجودة عندنا لما تكبروا سنة تالتة هتشوفوها في البطاقة بتاعتك في الباسبورت بتاعك ان انت جنسيتك ايه انت منين مولود فين فطبعا اللي بيبقى جاي من مصر او اللي موجود من مصر بتبقى الجنسية بتاعته ايجيبشن طب الولاد قالوا حاجة حلوة قوي هم جايين من الصين فقالوا وي ار بقى We are from China. يعني إحنا جايين من الصين. طالما جايين من الصين يبقى هما إيه؟ Chinese حد شاطر كده يا سنة تالتة هيقولي يا مس أنا في حاجة غريبة هنا. إحنا فوق هنا وهنا بنحط فروم لكن هنا مش بنحط فروم طيب سؤال جميل جدا هقول طالما انا حاطه في يا سنه ثالثه يبقى لازم اجيب بعدها اسم البلد طالما انا حاطه في يبقى لازم اجيب بعدها البلد اللي هي country الدوله تمام طيب يا مس لو انا ما جبتش from لو ما جبتش from يبقى لازم اقول the nationality ايه هي الناشوناليتي دي اللي هي الجنسيه بتاعتك اللي هي الجنسيه بتاعتك طيب تعالوا نرجع مع بعض في حاجه برضو قبلتنا قبل ما نرجع كده كلمه ايه خلي بالك من ويلكم لما تكون بترحب بحد في بلدك بتقول ويلكم تو ممكن اقول ويلكم تو ايجيبت يعني مرحبا بيك في مصر ممكن اقول لك welcome to my house, marhaban biqfbiyeti. welcome to menof ba'ul. welcome, to harfagoriya sanatalta. two. tayid okay, nerga some new words of the conversation together. complete together new vocabulary. friend. friend. house. house. here. or el plural here are friends. Where قلنا place from حرف جر اللي هو من I'm happy to أنا اتفقت إن أنا دايما كلمة to بيجي بعدها verb infinitive welcome to Egypt اللي هي ال country بتاعتنا كمان مرة عشان نفتكرها Egyptian nationality ونفس نظام China الكنتري country و Chinese in nationality. هناخد مع بعض بقى دلوقتي يا سنه تالتة عشان تبقى عارف each country with its flag هتاخد كل دولة بالعلم بتاعها تشوف العلم بتاعها عامل ازاي شكله وبعدين تشوف ايه أبرز الحاجات اللي موجودة في البلد دي. Look together countries and nationalities. Countries and the nationalities. I hate countries with nationalities. الدول والجنسيات. طبعا عارفين على مصر. طب افرض جابلي شكل الاهرامات. هعرف برضو ان دي ايجيبت. اجاب شام. فرانس. ده علم فرنسا. الجنسية بتاعت الفرنسا اللي عايشين في فرنسا بيكونوا فرنش. امريكا. American ده الجنسية شكل العالم بتاعه احفظه. China Chinese الجنسية Together where are you from or where is he or she from I'm from ونقول ال country أو I am بدون from نقول in nationality بدون from هنقول in nationality كمان مرة I am from طالما عندي from يبقى ال country ما عنديش from يبقى in nationality where are you from I am from Egypt نشيل from تبقى Egyptian Okay نكمل ask and answer or look and answer نحل مع بعض كده يا سنة تالتة number one where are you from اول حاجة بص عليها العالم الولد ده هنعمل remove له where و remove question mark وهمسك are you اعمل لها converting I am واكتب i am from france عشان ده علم فرنسا طب يا مس لو انا عايزه اكمل واقول i am french طبعا صح عادي جدا اللي بعدها where is he هعمل ريموف للوير ريموف للكويستشن مارك واعمل مقص واكتب الهي فوق ايه عشان ما انساش اخدها كابيتال وتبقى هيز فروم تشاينا عايز تكمل وتقول he's تشينيز صح where is she ماسكة على مصر يبقى شيز فرام خلي الحرف الأول كابتل برضو فرام Egypt طب فردي يا مس انا عايزه اكمل واقول ايجيبشن صح في حاجه بس نتكلم عنها شويه في البانكتويشن بما اننا اتكلمنا الحرف الاول كابيتال والحاجات دي نرجع مع بعض على البورد خلي بالك مهمه قوي إن الـ Countries وال Nationalities لازم أول حرف يا سنة تالتة يكون Capital. بص معايا كده وركز. آدي Egypt، آدي Egyptian، آدي France، ادي فرنش تاني تشاينا تشاينيز خلي بالك عشان البانكتويشن امريكا امريكان حلوة قوي يبقى انا كده اشتغلت على بص اهو the first letter of the country and nationality. Okay? يبقى the first letter ده بالنسبة لنا punctuation نركز فيه قوي لازم يكون الحرف الأول the first letter is capital. Okay? نكمل ال ده اتفقنا إن هو علم الـ A. China. وأدور فين الـ Chinese؟ باين خالص عينيهم ضيقة أهي. ده علم طبعا علم بلدنا الجميلة إيجابت تمام آه أوكي هو عايزنا نوصل الجنسية لا لا أوكي طيب نعملها تاني مع بعض كده آدي ده العلم تشاينا وآدي ده تشاينيز آدي العلم إيجابت وآدي Egyptian شايل علم مصر ده طبعا علم أمريكا تمام وفين الامريكان La, American He's French. By this time, I finished the first part of Unit Seven of the second term. Thanks for you good listening, Grade Three. I'll meet you soon in another video. Thanks for you and goodbye.